هذه الدبابات المتجهة إلى المدن والبلدات السورية. يقول الإعلام الرسمي إنها في مهمة وطنية ضد من يسميهم عصابات وتجمعات مسلحة دست هنا أو هناك للقتل والترويع والتخريب تحت غطاء المنادات بالحرية، لكن لسان الحال يقول غير ذلك. هي ثورة سورية عارمة، ثورة لاستعادة الكرامة ونيل الحرية المسلوبة، فيما النخبة الحاكمة في سوريا لا ترى للقمع بديلا، وباتت تتفنن في أساليبها تنكيلا وذبحا وتهجيرا. استعراض عسكري ضد شعب أعزل، مشهد قل نظيره في بلدان العالم، واعتبارات وتكتيكات يتبعها النظام في المدن المختلفة، فقمع المظاهرات السلمية بات شغله الشاغل، ففي إحدى المدن يرش المتظاهرين بالماء ويمطرهم بالقنابل المسيلة للدموع، وفي مدن أخرى يصب عليهم الرصاص. اختلفت التسميات والوصف واحد، قمع شعب بأكمله، هذا ما يسعى إليه النظام القائم في سوريا في الرد على المطالب المشروعة للشعب. ومفرزات هذا القمع أكثر من 1500 شهيد منذ انطلاق الاحتجاجات، وعشرين ألف لاجئ على طرفي الحدود التركية السورية، ناهيك عن أعداد المعتقلين والجرحى الذين يصعب التكهن بعددهم. لكن الشعب السوري خرج ولن يتراجع عن قراره، وجمعة تلو أخرى يتعاظم بنيان الحرية وتنتفض المدينة تلو المدينة، ليثبت أحرار سوريا أنه لا إرادة تعلو فوق إرادة الشعب. شعبي مثل القدر من ينتخه ماين، شعبي مثل